حاسين في خدمه العملاء، لان مستخدمي التليفون الارضي بتبقى مشاكلهم كتير، خصوصا هيبقى في تداخل مع مشغل اخر مثلا في تقديم الخدمه. ده يخلينا نسال حضرتك على الاستثمار في حته خدمه العملاء، ماشيين فيه ازاي الفتره اللي فاتت، ايه الجديد اللي تم فيه، وايه اللي هيتم الفتره اللي جايه؟ طيب احنا اللي احنا بنعمله دلوقتي الحته بتاعت خدمه العملاء في كذا حاجه. في طبعا الديجيتال ترانسفورميشن، ان انا بمكن العميل اكتر من خلال الاب بتاعته، فدي حته احنا استثمرنا فيها جامد الفتره اللي فاتت، واللي فيكم بيستخدم الخدمات بتاعتنا يعني بحسكم ان انتوا تخش تشوف ايه اللي تقدر تعمله من ماي اتصالات، وده في حد ذاته بيخليك بتحتاج لخدمة العملاء بشكل أقل، وده توجه كبير جدا بالنسبة لنا وبنستثمر فيه كتير يعني، وبنحط فيه استثمارات IT كتير. فلو تابعت التطور اللي احنا عملناه في الحتة دي هتلاقي ان احنا ماشيين فيه كويس، وحتى الريتنج بتاع الاب بتاعنا اعلى من اي حد تاني. فخش وجرب كده هتلاقي ان في تطور جامد، وطبعا ده مش حاجه بتحصل مره وخلاص، لا ده حاجه شغاله بصفه مستمره احنا بنعملها باذن الله. ده اول حاجه. الحاجه التانيه، احنا دلوقتي طبعا بنبص كمان على الاتجاهات الجديده في ان احنا نشوف كول سنترز خارج مصر، خارج القاهره، وبنبحث الامر ده مع وزارة الاتصالات، وربنا كريم باذن الله.